سمر محطتنا أتاليا كمان بعالم الفن وفن من نوع آخر، ريشة من نوع تاني. رح نحكي عن معرض تجليات حرف ولون الذي أقيم في المركز الثقافي العربي بأبو رمان، ضم مجموعة من الأعمال التي عرضت بإمضاء الفنانة التشكيلية عليا النعيمي ضيفتنا المميزة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أكيد بالبداية بدنا نحكي عن معرض تجليات حرف ولون، بدنا نحكي عن سبب التسمية وكيف كان المعرض وكيف كانت الأجواء وأجواء التفاعل معه. معرض تجليات حرف ولون اجت التسمية من التجليات الروحانية. أغلبية اللوحات كانت تتضمن أبيات شعرية من الشعر الصوفي، طبعا تعالجت بطريقة لونية تتناسب مع هذا الموضوع، حاولت أنه يكون الهارموني اللوني بيبعث على هذا الروحانية. كمان الخطوط متنوعة طبعا لشكل الحرف نفسه، شو اللي بيوحي فيه. الأجواء كانت كتير ظريفة، الافتتاح الحمد لله تمام كان منيح، والإقبال حلو، نال تقدير حتى من خطاطين، وأنا بالمناسبة أنا مالي خطاطة، أنا فنانة تشكيلية، بس لاحظت إقبال حتى من الخطاطين أنه كانت الفكرة ناجحة. نعم، يعني اليوم كنا عم نحكي يمكن فكرة كتير صغيرة قبل ما نفوت بتفاصيل الكتاب. نحكي اليوم كنا بالفقرة الأولى مع ضيفنا أنه يمكن كان له رأي أنه بالأزمة يمكن الفن والثقافة شوية تراجعت، فكنا عم نقول أنا وزميلتي سمر أنه بالعكس بهي الحرب، الحرب يمكن أنتجت فنانين، أنتجت أفكار جديدة، أنتجت مبدعين، بتلاقي هذا الشيء موجود بالوسط الشعري والفن التشكيلي؟ تمام. هلأ كل زمن له معطياته، وطبعا ما فينا ننفصل عن الحدث اللي محيط فينا، بصير عندنا مادة جديدة، أفكار جديدة، كل إنسان بيتناول هاي الظروف بمنطلق مختلف وبنظرة مختلفة، إن كان باللوحات، بالأفكار، بالكتابات حتى. نعم، أكيد المعرض ضم 33 لوحة، خلينا نحكي شوي عن اللوحات وعن الأشكال الهندسية كمان اللي استخدمتيها باللوحات والألوان كيف كانت؟ المعرض كان متنوع من حيث الأشكال حتى، يعني اللوحة التقليدية اللي نحن بنعرفها بإطار مربع أو مستطيل، نحن خرجنا شوي عن المألوف. أنا بحب أعلق اللوحة أحياناً بشكل رأسي، بدل على حالة الاستعداد للحركة. نحن بنعرف الشكل المربع والمستطيل مستقر تماماً، بس الشكل المعين بيوحي لك بأنه هو هلأ بده يبلش حركة. في لوحات تانية كمان كانت مستديرة، هي تجربة جديدة إلي. كمان اللوحة المستديرة بتخليكي تفوكسي على الموضوع أكثر، إنه يكون بغنى عن الإضافات الخارجية أو الحشو مثل ما بيقولوا، فالموضوع مركز فقط في الدائرة اللي بالنص. كان في دائرة بطريقة تانية يلي هو نص القادر معنا على كمان على الهواء. تمام. اللوحات اللي كانت فيها نصوص ممكن تنقرأ من عدة اتجاهات أو بعدة طرق، أنا عملتها بطريقة تقدر تدور على محورها، فأنا منين ما دورت النص بقدر أبدأ وأقرأ بدون ما يختل المعنى تبعه. كتير حلو. اليوم كمان كان في توقيع الكتاب بمعرض الكتاب، هذا الشيء المميز، يعني كانت تظاهرة ثقافية جدا مميزة، قد ايه هذا الشيء فعلا كمان أضاف لإليك؟ قدرتي تطلعي على كمان أعمال بعض يمكن الناشرين أو الفنانين اللي كانوا موجودين؟ طبعا التظاهرة تبع معرض الكتاب نحن دائما بحاجة إلى لحتى نغني أفكارنا ونطلع على الإصدارات الجديدة، سواء يلي من داخل سوريا أو من دور عالمية تانية. توقيع الكتاب إجا بهاي المناسبة وأنا كتير سعيدة فيها، وكمان تزامن مع المعرض، وهو بيحمل شيء من نفس روح المعرض. الكتاب بيتضمن قصائد وجدانية أحيانا تقارب الصوفية، أحيانا بتكون عاطفية أو رومانسية بشكل خاص. تمام، خلينا نحكي عنها هلأ الصبح، خلينا نحكي عن سبب التسمية، خلينا نحكي شو تضمنت المجموعة إذا فينا نسمع شيء منها. مجموعتي الشعرية هي السادسة، أنا حبيت أقدم لها بطريقة أنه نحن دائما بحاجة للتفاؤل. تنام الوردة على حلم الندى، تنام العيون على أمل السنة، كل ليلة تنتظر صبحا، كل عتمة تحلم بنور، فلتشرق أرواحنا فكلنا محكومون بالأمل، سيبقى دائما غد يستحق أن ننهل من أنواره. طبعا ناهل الصبح، كلمة ناهل هو الشيء اللي بيحب يعني يشرب من كل شيء، ناهل العلم، ناهل النور. أنا هذا الكتاب قصدت فيه الإنسان اللي دائما بحاول ينهل من الأمل وينتظر الغد الجميل. فينا نقرأ نحن قصيدة هيك بسيطة، القصيدة بعنوان آية هواك.
كل الدروب تلتقي في نقطة التعب، كل روح لابد أن تزوي عند منتهى العتب سوى روح الصباح، متنفس المآقي وملعب الهدب سوى نورك الفياض، لم يتعب يوما ولا كل من الإشراق، بل غلف بلسمه خاطرات من النوب، أرخى رحيقا على خاطري، فبات الخاطر قريرا لا يزمى ولا يفتى، متقلبا في نعمة هواك وآياته العذب. تسلم تمك، الله يسلمك. خلينا نحكي شوي، نرجع للمعرض، الصور المتحركة والصور الثابتة، شو الهدف من انه بعض الصور اخترناها بهذا الثبات وبهذا الشكل، على العكس تماما شفنا بعض الصور المتحركة، شو بيقدم لنا هذا الشيء، شو بيعطي انطباع؟ نحن طبعا بما انه الموضوع يتناول الروحانيات، فنحن بننتقل من درجات، يعني درجات ممكن نكون عم نفكر بطبيعة تقليدية او بافكار عادية، وبننتقل شوي شوي بتتدرج الفكرة لتصير غير مألوفة، فيها شوية دهشة. الدائرة اللي انا حطيتها ببعض اللوحات او حتى النصوص اللي بتدور حول مركزها، هي بتخلي الانسان يفتح افق تفكيره على اشكال جديدة، يعني حتى النص نفسه انا مالي مضطرة اقرأه بحرفيته، ممكن انا اقرأه بطريقة تانية ومن مكان تاني، مع الحفاظ على المعنى، بس هذا بيدعو للحرية أكثر. نعم. أكيد الفنانة عالية، أكيد متشكرك معنا، دائما بمعارضك أنت مختلفة، وكل معرض عن معرض بتختلفي بالفكرة، كأنه فنانة تانية هي اللي عملت المعرض. فنانة أكيد جمعت بين روعة الكلمة وأناقة اللون، شكرا لوجودك معنا، متشكرك أكيد، ونشوفك بحلقات قادمة وموفقة أكيد. شكرا لك مرة جديدة وموفقة.